موجة صباح. رجعنا معكم موجة صباح، آخر فقراتنا فينومين. فينومين فينومين. نوسى العزيزي، صباح النور. صباح النور. لباسة؟ الحمد لله. حاضرة في فورمة؟ عندي ما حاضرة ما جاوي بي. بس صار البارح خير والبركة. خير والبركة. شو يصير؟ هانا نخدم على رواحنا. أيوة. به نحب ان نقول البارح في ربط معناها لفقرتنا البارح نوسى. في اول الفقره قدمت لنا تسجيل. حكينا عليه عاد انت. اي تسجيل ما بين النقار وممثل النقار والفنانه الشعبيه زينة القصرينيه. وحكينا فيه فوالا. دونك التسجيل خليني ان توا عنا توضيح ولا رد؟ عنا توضيح. أي به نستقبلوا. نعم. أكيد نحن عنا أكيد سعيدة جدا باستقبال الفنانة الشعبية التونسية زينة القصرينية معانا في تدخل برنامج موج تصبيح فقرة فينومين لما سمعته البارح معانا. صباح النور زينة. خلفية عفيفة وأنت عفيفة. عايشك يا زينة. الحقيقة صحيح نقول ديما أنا محبتي لك كبيرة برشا، أما تو باش نحكيو موضوعين وباش نحكيو الحقيقة. زينة شنو اللي سمعته البارح؟ وأعطينا التوضيح للي سمعته البارح معانا ومع في فقرة. قبل ما نعطي التوضيح نحب نقدم تحيتي لكافة المستمعين. عايشك. ونقولهم ثقتكم في زينة مستحيل تطلع غلطة. والحقيقة باش تعرفوها آخر الأسبوع بحول الله. واللي سمعته أمس انحدار أخلاقي معناها. هي للأسف الشديد، للأسف الشديد وصلنا في مجتمع تو مثقف المجتمع ذي، ولكن ولا يتسم بانحدار أخلاقي. كي نسمع أنا كيكا سمعت الفيديو ضحكت واستغربت وتأسفت. وبعض الصفحات شنو الانحدار من طرف شكون زينة بالضبط معناها بالحق؟ من طرف اللي ما اسمعني من طرف اللي مد اللي شو نقول لك معناها من طرف اللي اعطاكم التسريب. ما عرفش شكون. احنا ماده اعلاميه توفرت لنا وهي معك نوسى العزيزي تسمع فيك. احنا ماده توفرت لنا واعلاميا معناها نجم معناها احنا ديجا قلنا البارح حق الرد مكفول وكان ردنا. انا سمعتك زين. عفيفه انا ريتي انت احسن احسن مراه في حياتي واحسن صحفيه نظيفه. راه موضوعي راه موضوعي نعاودوا هذا واجبنا المهني. زين ثم شكون يتاجر بعروضات الناس تم مراسلين. أنا الصحفيين عمري ما نشك في نزاهتهم. أنت عندك شك في شكون في حد أنت وراء هالحكاية ذي وتكلم وقوله هذا أسمع فضاء توا مفتوح بالحق يا زينة. قول اللي تحب. أكيد أكيد ثمانية مبيتة مش معنيها وقاصدتني أنا لتشويهي وتو تكتشفوا الحقيقة. مش الناس كل في نفس السلة بيان سور. مش الناس كل في نفس السن. عندك شك في شكون عندك فما جيل ثم زوز من الناس وثم مراسلين سبحان الله فضيحة ويفضح وبابا كليتك مقاسعة متاعك ولا سرقت من خزينة الدولة. أنا أعطينا الحقيقة أنت معانا. اسمع زينة أعطيه لك بآخر الأسبوع تسمع عفيفة. أنا هاني أنا كنت فيك توريضة روحي علاش نستني بآخر الأسبوع. أي أعطينا الحقيقة كيفاش صار. اسمعني لا ورست عزيزي ثم حاجات ملتزمة بها. أنا عملت التزام على روحي ما نتكلمش إلا في المعنيها في صف في بلاصه يلزمني نتكلم فيها باش تسمعها الرواد. انت تحب تسالها معاك نوسى. زينة معاك نوسى العزيزي تحب تسال. صباح النور يا نوسى. لاباس عليك؟ الحمد لله. نوسى وي قبل ما تعلق علي الكلمه اي انا باش نسالك وانت تقولي كان الحقيقه. بيان سور. شيرين النجمي اي ماهوش عارفها عندها حفلة فيه. أيوة أنا ديجا عملت معك انترفيو. خنعاود أنا كلامك باش ما تقولش يعني كانوسا نقصت لي من كلامي في الانترفيو متاعك. قلت أنت زادة استغربت وقتها كيفاش ما جوهش يعني فنانين باش يهنوها وقتها كعبتين وكعبة أنا وياك ظهر لي ورامي خليل ورانيا التومي. كعملت أنا معك انترفيو
قلت يا فنانين بيضوا قلوبكم شو افرحوا لبعضكم، يعني كيفاش يعني شايلين عامله حفله كبيره اون بلوس في مهرجان المدينه والحكايه هذه، يعني هذه انا حاجه ما نغيبهاش وكل شيء لحظه بركه انا يعني خلينا في حكايه النقاش خنوضحوها، هي حبت تسالني وانا جاوبها. اعطينا الحقيقه يا زين. ليه اعطونا في انا نمشي من سوسه لتونس مع سيدي رمضان يا لصحابي يا زينه يا زينه، انت صديقتي في الدنيا، ما نحن خلينا نحكيو ديجا، انت تشوفني كنقابلك انا كيفاش نحكو في الدنيا، نحكو في موضوع النقاله. يعطيك الصحه، هذاك المطلوب موضوع النقاله يا زينه. عندي برنامج معين اعطيته مستند، اعطيته مستندات تثبت صدقي. هي حلفت بك حلف صدقه بي توكي تعدل البرنامج تسمعوه من الدكتور يا زينه. انت سامحني يا زينه، يا زينه انت توا انا انا هي اللي عاديت الفوكال، يعني انا اول واحده عاديت الفوكال، انت نورمالمون كي انت باش تعمل توضيح ودخلت معانا انت جاك فوكال هديت فوكال. شو 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 انا جني اي فوكال كم شيء اي اعلامي اخر باش يعديه لا نقاش فيه الموضوع. أكيد. او ديجا عند برشا اعلاميين هما شو شو هو عند برشا اعلاميين كان ما عديتوش، انا باش يتعدى عند اي مؤسسه اخرى اعلاميه. انت سمعتوا في المؤسسه نتاعنا نحن ودخلت معنا ونورتنا بالتليفون، يعني اعطينا الحقيقه، اعطينا يعني الحقيقه، يعني ما تقوليش انا نستنى برنامج اخر باش انا نوضح. لا 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 لا, لا, لا ما نعطيكش الحقيقه، مش مجبره باش نعطيك انت الحقيقه. انت الحقيقه عندي انا الحقيقه. انا خاطر السبق وانه برنامج قبلك خذاها الحقيقه لازم يعديها هو. ما خذاهاش الحقيقه، انا والوحده عديتها يا زينه راه. انا عديت الفوكال. الو قصت المكالمة ماهيش مقنعة، ما نحب نحكي معاها شوية. انا البارح في تصريح، انا في 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 حديث معاها زينة. الو ما نعرفش قصت المكالمة، نحن ما زلنا راهو على الهواء وما زلت البرنامج. هي في 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 البارح في في حديث معاها قالت لي راهو مش صحيح، راهي الحكاية منجة ونطلع معاكم وتو نصرح ونقول، وحتى فما برنامج خذلك ما صرحت بشيء سامح. يسالش بون نجم نحكي شوية انا عفيفة. اي اي نوسف تفضل تفضل. عفيفة قلت عفيفة يا زينة، نحترموك كفنانة شعبية ونحترموك كمواطنة تونسية ونحترموك كمرأة تونسية، لكن انت المفروض طلعت توا معنا في مؤسسة إعلامية اللي هي خرجت الفوكال وخرجت أول يعني فوكال، يعني ما خرجش عندها. طبعا نحن مش مسؤولين عليه، وأعطيناك حق الرد وأعطيناك يعني من وقتنا، يعني الكذب على ربي حرام. أنا عن يعني عندنا حكايات أخرين نجموا نحكوا فيها، أعطيناك باش أنت تجاوبنا وتقولنا شكون الإعلامي ولا الزوز أنت إعلاميين ولا صحفيين اللي أنت قلت عليهم، يعني ولا التلفز اللي وراك باش أنت شوهولك سمعتك نورمال ما وراك تسميهم، خاطر هذا اسمه حق الرد. واللي انت تدخل معاك معانا ماهوش حق الرد، داخله تقول لي انا شنو حكيت انا على شيرين النجمي، الكلنا نعرفوا اخلاق وكلنا مع شيرينك في الدنيا، لكن راك ما جاوبتناش على الفوكال نتاع النقار. واحنا ما عملناش زاد جريمه، حاجه تعديت البارح حبينا نجاوبوا عليها ونعطيو. انت خذيت حق الرد من عند زينه؟ توا ما خذيناش حق الرد. لا نحن للمستمعين وسامحونا على تضييع الوقت. زينه دونك قالت سمت قالت فما زوز اعلاميات ورا هذا، معناها ساعات من الاول حتى الحديث زينا مستنسة تتكلم، ما نعرفش ان شاء الله ما نعرفش اليوم شنو اللي صار. عموما ما فما حتى صار، ما انا واحده من الناس. عموما احنا حبينا نوضحوا وحبينا نعطيه حق الرد وقلناه من البلايح ونعاود نقولوه، وما خلينا حتى رد نتعداو الموضوع. نتعداو الموضوع يلا نبدلوا شوية كهرباء، ما احنا مازلنا في الكهرباء شيء نفع ربي. باش نحكيو على زميلنا سهيل الغداوي، نلقاه مهبط بيبليكاسيون على صفحته الخاصة على الفيسبوك، كاتب الزميل ومن بعد كاتب المناشط فيصل الحذيري، كي أنت ما عندكش كلمة وتنسى مواعيدك وما عادش تعطي مواعيد البرنامج مباشر، أنت لا احترمت الإذاعة ولا البرنامج ولا المستمعين، حاسيلو تصير ديما خميس عليك والحرفية نتاعك. شكرا خميس عليك، يعني هي رميان معنا راه على البرنامج نتاع فيصل الحذيري. ما نكذبش عليك، أنا مانيش حكيت مع سهيل الغداوي ولا حاجة، هو زميلي ونعرفش معناه أنا مباشر ونعرفش معناه انفيتي، يعني أنت تخدم عليه خدمة وتحضر عليه ليلة كاملة أسهل، ومن بعد ما يجيكش وتلقى روحك يعني قدام الميكرو ومعاه يعني مستمعين وما عندكش انفيتي، هذيك حاجة خايبة على الآخر. إن شاء الله الكلام زاد مش موجه لفيصل الحذير يا كهو، فما تليفون ما شاء الله، يعني عصر التكنولوجيا نحن تو مش تبع تجويب يقعد 15 يوم، نهزوا التليفونات راه وصلت لنا يعني حكايه وما نجموش نجيو. والله انا يعني في السياق هذا وفي السياقات الكل اللي خذيناها البارح واليوم، علاش هالجو المكهرب والمشحون معناها مشدات وقال ومنطي ومش منطي وهذا مش صحيح، وساعات الواحد يجرح واحد ويوصل للثلب ويوصل يمسه في سمعته، فهمتش علاش
فما في الفن علاش هكاك فما يعني توا انا قالت لي انت وصلك والله بالحق قعدت انا تقول لي انت وصلك الفوكال الفوكال راك ما عديتوش انا تعدي 1000 مؤسسه اعلاميه وعند برشا اعلاميين وعند برشا راديوات وعند برشا تلفز يعني انا كي جاتني خدمه وجاتني ماتير للراديو اللي انا نخدم فيه مش نقول صدق الله العظيم ما نعديش خدمتي يعني. انا طفله نخدم على روحي وهذاك هو الموجود بغيف هي ما جاوبتنيش صدقني قعدت انا في الدرت ورجعت لها هي باهي نتعداو للفنان الخبر الاخر الخبر الاخر نتعداو الفنان رؤوف ماهر قال فما اعلامي مشيت له مره بجديد باقي في باقي مازلنا في مازلنا مش نخرج ما فهمتش والله مش مني انا عفيفه وخاتي جايبتهم من عند امي ما فهمتش المشحون هذاك أيوة. فما اعلامي قال مشيت له مره بالجديد نتاعي اللي خسر عليه دم قلبي وخلاف التعب وقال لي رانا نعديو كان التوندونس في اذاعتنا كلاس زعما زعما يعني اذاعتهم كلاس تقريبا فهمنا فرح بيا برشا بجميع انواع الحجره هو والاذاعه نتاعهم المهم باش نلخص الموضوع من بعد ليكيب تكنيك توا كي رؤوف ماهر ولا هو رؤوف ماهر يعني اسم فنان رؤوف ماهر ومعروف قال له يعني مرحبا بك مش هو كلموه ليكيب تكنيك يعني الاعداد الاعداد نتاعو نتاع الشخص وهو ديجا اعترض رؤوف ماهر يعني قال يعني الفريق الاعداد سامحوني انتم ما عندكم حتى شكون قال لهم راهو انتم ماكم اي قال لهم بالضبط زيد اما قال لهم انا نحب نجاوبكم نو ديزولي ناين ها المهم جاوبهم بطريقته هو قال لهم انا راني ما نجيش لاذاعتكم والله اعلم هما تجا فما زوز اذاعاتي كانت تروا بالحكايه هذا يمشيوا ياسر بامور التوندونس ولا حدا يحكي والله انا عفيفه نحب نجبد لك موضوع ربي يشفي ام الفنان صابر بي بساش عرفتني علاش نحكي تعديت الفنان صابر بي وان شاء الله ام صابر بي الله يشفيها فوالا مهبط ببليكاسيون قال الف سلام عليك يا امي وبعد الشر عليك ان شاء الله ربي يشفي كل ميمه وربي يرحم من مات ويفضل الموجودين وسامحونا ما عرفناش نجيبوكم حق الرد ندور ونجيبو لكم الرد سامحونا مره اخرى هي قالت ممكن اكسكلوزيفيتي في بلاصه اخرى ما احنا عطيناها عطيناها الوحده اللي عطينا المساحه وان شاء الله ما والله ما نحبوش نوصلوا للحكايه هذه يلا وصلت لنهايتها مش تصبح لليوم نتقابلوا معكم ان شاء الله